اللي حسم اللقاء الوحدة مش فريق سيء، لكن اللي حسم اللقاء الجودة العالية جدا والقوة الضاربة في مقدمة نادي النصر، القوة الضاربة في وسط الملعب اللي قادرة على السيطرة، الإمكانيات الكبيرة المتوفرة والمتنوعة عند كل لاعب، يستطيع أن يلعب أكثر من مركز، يستطيع أن يلعب بأكثر من أسلوب وطريقة. اللاعبين فعلا كما ذكر المدرب أذكياء وقادرين على التكيف مع ظروف المباريات. لذلك النصر بعد أول خسارتين انطلاقة جدا مميزة، فقط خسر نقطتين بالتعادل أمام أبها قبل مواجهتين. لذلك الانطلاقة النصراوية قوية جدا، منظومة النجوم ومنظومة العمل وجودة الفريق وجودة الأداء الجماعي وجودة المدرب قادرين على فرض السيطرة والانطلاق. الملاحظة الوحيدة على مسيرة النصر هي خط الدفاع، تستطيع أن تتقدم تنافس، لكن خط الدفاع هو أقل الخطوط النصراوية، 15 هدف من مجمل هذه المباريات يعتبر عدد كبير لفريق يبحث عن بطولة، لكن أعتقد أنه حيكون في تطوير لهذا الخط في الشتوية، وقادر النصر على زيادة وتعزيز قوة الفريق بالذات في الدفاع، لأنه الحارس سنه صغير مميز جدا، أحد المواهب، ولكنه يكشف كثيرا. ولو كان خط الدفاع النصراوي كمنظومة بشكل أفضل كان حتى أرقام الحارس تطورت. الملاحظة الثانية هي فعلا هدف كريستيانو رونالدو، غير مبرر هذا الخطأ، أمس كان مع كنو نفس الموضوع واليوم مع رونالدو، وتتعاظم المشكلة ويزيد تأثيرها لما العالم كله يتابع دورينا، العالم كله يتابع دوري أهداف كريستيانو ومسيرته حتى آخر رمق في هذه المسيرة. لذلك الهدف لما يتداول في العالم كله ويظهر هذا الخطأ على طول، حيكون في صورة ذهنية غير إيجابية. عندنا تطور كبير الحمد لله في جودة الصورة، في جودة التصوير وزوايا التصوير في الملاعب، حتى الملاعب الصغيرة مع التقنيات العالية وإسهامها رغم بعض الملاحظات، ولكن الإخراج هو الركيزة الأولى والأساسية. خطأ لا يغتفر أعتقد، لكن أمامنا مشوار لازم يتم تدارك هذه الأمور الساذجة جدا لما نتكلم على دوري منافس وكبير. طيب لما أقول لك موضوع تاليسكا والاحتجاج بالنسبة للوحدة، التقاضي دائما أنا أقول طبعا حق طبيعي للجميع، ولم توجد هذه اللجان إلا لمن لديه الرغبة أو يرى بأن لديه الحق أنه يتقاضى، هذا أمر جيد. لكن أقول أنه ما بني في هذا الاحتجاج اللي تشير الصحافة، ولا لست متأكد يعني بالخبر، لكن نثق في المصادر أنه الوحدة تحتاج، أنه هذا سبب الإثارة كان نص بالنسبة لقرار اللجنة لم يكن واضح، لذلك فسر من جهة أنه بهذا الشكل، والنصر يستفسر من الجهة المعنية بحقية اللاعب واللي قاعدين نسمعه. ليش ما نكون احنا واضحين؟ والله حيغيب كذا، حيغيب كذا، المفروض انه يغيب كذا، ولا عندنا متحدث؟ والله معليش هالنص ما هو واضح للناس، ابشر والله سلام عليكم يا جماعه في كل وسائل الاعلام، ترى احنا نقصد 1 2 3. طبعا من حق نادي الوحدة أنه يبحث عن حقه، خصوصا أنه هذا الأمر طرح إعلاميا وطرح جماهيريا، وكان الأساس منه للأسف هو جودة صناعة القرار القانوني. يعني الأمور القانونية والجهات القانونية والتنفيذية واللي تحافظ على الحقوق لها دور كبير في إنجاح المسابقة. فإذا كان هي بتقدم لنا النص يقبل الشك أو يقبل تفسيرين أو مو واضح، فهذه المشكلة أكبر. إذا أنت الجهة اللي نبحث عنها لتحقيق العدالة، فأنت برضو الجهة اللي خلتنا ما احنا متأكدين من القرارات. الأمور هذه القانونية والأمور، يعني خلينا نقول الكفاءات اللي موجودة في اللجان يجب أن تكون على أعلى مستوى، طريقة صياغة الأمور لازم تكون أفضل وأفضل بطريقة، خصوصا دورينا وصل إلى مرحلة لا يقبل فيه مثل هذه الأخطاء الساذجة والبسيطة جدا. يقدر كان صياغة القرار، خصوصا أنهم قانونيين وقادرين على يعني إيضاح المسألة من البداية، منع اللبس ومنع وتوفير لجهود بقية الفرق وبحث عن استقرار المنافسة، كان وضحوا الأمر. لذلك أنا أعتقد أنه التفسير حتروح وترجع وحيفسر
الأمر نفس الجهة اللي كتبت، فلذلك أنا أعتقد أنه هذا مجرد إهدار جهود الفرق، عدم وضوح المنافسة، عمل إثارة في قضية من لا شيء، وهي فقط نصوص لو كتبت بطريقة جيدة وواضحة كان ارتحنا من هذا الاجتهادات الكثيرة والفرق. استقرار المنافسة ونجاحها أحد المقومات الرئيسية هي جودة الجهات القضائية والقانونية والكفاءات العالية اللي تكون موجودة في اللجان. جميل.